اهلا مرحبا بكم مجددا متابعي اخبار القرية المغربية. دائما في اطار نقل كل صغير وكبير هذا الاخبار. العام صراحه الحمد متابعينا الكرام، لازلنا نتواصلوا معكم وغادي نقوموا بواحد الجوله بالقافله ديال الاخوان هنا على مستوى ديال القافله. خاص في واحد شويه ديال الوعي ديال الشعب المخزون ديال الناس اللي تيقاو معاناه اللي يجيو يتحكموا في الاخوان ديالهم.